بقالي اكتر من ساعه واقف تحت لحد ما شفت مامتك وهي نازله من البيت. طب اتفضل اطلع بره. ايه ما بقيتيش طايقاني؟ خلاص بقيت كخه في ايه؟ اوعى بقول لك احسن اصوت ولا عليك الناس. هتصوتي هتصوتي وتلمي الناس تقول لهم ايه؟ بتهجم عليكي؟ محدش هيصدقك. في ايه في يوسف مش فيا يا ليلى؟ ها اوعى. تحب اقول لك في ايه في يوسف مش فيك؟ عايز تعرف نفسك على حياتها؟ يا ريت. يوسف راجل، لو قلت له انا مش عايزاك هيبعد عني، مش هيعمل اللي انت بتعمله ده دلوقتي. وطبعا عشان ما يعرفش ليلى وعشان ما عاش مع ليلى. عرفتي بقى انا بحبك قد ايه؟ انت كداب، انت عمرك ما حبيتني اصلا. انت متضايق عشان انا قلت لك لا، مش قادر تصدق ان في واحده قالت لك لا، في واحده فضلت واحد تاني عليك. ما يهمكش اذا كنت بحبك ولا لا، هرتاح معاك ولا لا، لانك انسان اناني. والله وانت بقى اللي ملاك ونازل من السما. بس برافو عليك ان انت قدرت تتحكي على الواد. انا بقى مش هسيفك. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. حاضر، انا هتصرف في الموضوع ده والله. سوري. يوسف، ازيك يا يوسف؟ وحشني جدا والله. ازيك يا ندى؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الصدفه الحلوه دي؟ بقول لك ايه، انت لازم تعرف حد من الشله ولا صلتك اتقطعت بيهم زي. انت لازم بقى تتغدى معايا النهارده، وبعدين عايزين نكلم بقى بقيه الشله ونتقابل. يا ترى شكلهم بقى عامل ايه دلوقتي؟ اكيد شكلهم اتغير. انت لسه تعرف طلعت؟ انا سمعت ان هو طلق مراته على فكره. انا مش عارفه انت كنت ازاي مصاحبه اصلا. بتضحك على ايه يا يوسف؟ عشان انت زي ما انت ما اتغيرتيش خالص، بتتكلمي مليون كلمه في الدقيقه، رجاء قوي. ايوه عشان كده مندوبه مبيعات شاطره. يلا تشرب ايه؟ لسه شارب. لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده، تعالى بس. يلا انا عازماك. افتح تليفونك بقى يا يوسف، ارجوك افتح. ان شاء الله حضرتك هتنبسط جدا من التعامل معانا. شكرا. شرفت. هتعمل ايه؟ هروح، تعبان شويه بس. هتروح؟ وسامي؟ انا رحت لسامي وهو مرضيش يقابلني. تروح له مره ومليون كمان. هو سامي ده اي حد؟ ولا عشان قالك مره بره تخرج وتزعل وتقول مش عايزه اروح له؟ انت تنزل من هنا على سامي وانا كمان هاجي معاك. هروح اقول له ايه؟ تروح تقول له ان اللي عمله ده جنان، وانه لازم يفوق شويه ويفكر صح. مش خليها بكره. تفتكر لو انت اللي تعبان وهو في ايده انه يبقى معاك، تفتكر كان اجلها؟ لا. وحتى لو هو كان ممكن ياجلها، انت ما تعملش كده. انت كنت فين من زمان؟ كنت موجوده، بس انت بقى اللي ما كنتش واخد بالك. نعمل ايه بقى؟ هو انا ينفع اقول لك ان انا بحبك؟ عادي، قالوها لي كتير قبل كده، بس انا ما بصدقش حد بسهوله. بحبك. شكلك بتتكلم جد.